أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد. أمير قطر يفاجئ ساكنة الصحراء المغربية بهدية قيمة هادها. تفاصيلها: السيسي يدخل على خط الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء ويبكي قصر المرادية بما قالها. أخيرا الكشف عن الخطة الملكية العبقرية لإقبار الطرح الانفصالية، والجزائر تولول بشهادة شاهد من أهلها. وبالصور أوروبا تتوسل الملك محمد السادس، ولهذا السبب الاحتجاجات المغربية ضد إسرائيل هل تؤثر على العلاقات بين البلدين وقطعه. المغرب يدخل على خط الحرب بين حزب اللات اللبنانية وإسرائيل. حصريا هادشي خطير، معلومات مسربة من داخل قيادة الأركان العسكرية، تفاصيلها خطيرة جدا ولها علاقة بالاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، وأيضا لها علاقة بالصحراء الشرقية. انتظروا التفاصيل. أمير قطر يفاجئ ساكنة الصحراء المغربية بهدية قيمة هادها. تفاصيلها: مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. وقع رئيس جماعة بوجدور مؤخرا على رخصة بناء مستشفى قطرية يحمل اسم أمير قطر السابق الشيخ حمد بن الخليفة والد الأميرة الحالية. وحسب وثيقة الترخيص التي اطلع على نسخة منه، فإن طلب بناء المستشفى الجديد تقدم بها المؤسسة الدولية للحفاظ على الحياة البرية والنباتات والبيئة، والتي يترأسها قطريون ويتواجد مقرها ببوجدور. ووفق الوثيقة التي وقع رئيس مجلس بوجدور بتاريخ 5 غشت الجاري، فإن الطلب توصل بها مكتب ضبط الجماعة بتاريخ 15 يوليو 2024 فوق عقار غير محفظ. واشترطت الجماعة طالبية الرخصة أداء رسوم ضريبية محددة في 103.800 درهم. يشار إلى أن المؤسسة الصحية المذكورة ستبلغ طاقة الاستيعابية 75 سريرا مجهزا بالإضافة إلى مرافق أخرى ومساحة خضراء. وعلمنا من مصادر مطلعة أن المركز الصحي الذي سيبنى بإقليم بوجدور سيكون قريبا من المحمية القطرية لتربية طائر الحبارة، والتي تمتلكها العائلة الأميرية في قطر. وعرفت مدينة بوجدور في السنوات الأخيرة توافد العشرات من أمراء الدوحة على رأسهم والد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الجن، رفقة أمراء قطريين بينهم نجلة جوعان لقضاء عطلة سياحية بمحمية متواجدة على أرض جماعة الجريفية شرق مدينة بوجدور. يشار إلى أن جل المحميات القطرية لحماية الوحيش والحيوانات وتربية طائر الحبارة تتوزع بمناطق جنوب المملكة، حيث توجد محمية قطرية بمنطقة المحبس التابعة لمنطقة السزاقة، وتوجد محمية قطرية ثانية على بعد نحو 10 كيلومترات بمنطقة تسمى محليا السويحات بمدينة قلميمة. السيسي يدخل على خط الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء ويبكي قصر المرادية بما قالها. سلطت صحيفة المصري اليوم المصرية التابعة للمخابرات المصرية الضوء على الأهمية الخاصة لاعتراف فرنسا البلد العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء. وكتب الصحفي سليمان جودة في عمود بعنوان هدية عيد الجلوس أنه بالنظر إلى أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، فإن اعترافها تظل له أهميته الخاصة، كما أن مكانة باريس السياسية بين عواصم أوروبا تجعل الاعتراف الفرنسي له أبعاد هامة. واعتبر كاتب المقال أن تزامن الاعتراف الفرنسي مع احتفال المغرب بذكرى عيد العرش المجيد جعل هذا الحدث عيدا ذا مذاق مختلف عن كل عيد أو احتفال سبق على مدى ربع قرن. وفي سياق التأكيد على أهمية هذا الأمر، أبرز سليمان جودة أن بمجرد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، حتى تحول اعترافه إلى عناوين ومنشطات على الشاشات والصفحات، لا لشيء إلا لأن فرنسا ليست دولة عادية بالنسبة للمغرب من حيث الماضي ومن حيث الحاضر معنا، وربما أيضا من حيث المستقبل. وأكدت الصحيفة المصرية المقربة من عبد الفتاح السيسي أن قد
الصحراء بالنسبة لكل مغربي هي قضية وجود، وعندما تكتسب هذا التأييد الفرنسي من أعلى مستوى في عاصمة النورة فهذا مما يمنح القضية قوة مضاعفة، وهذا أيضا مما يؤسس لعلاقات كانت تهتز إلى وقت قريب فإذا بها هي على أقوى ما يكون. كما أشارت المصري اليوم إلى أن الاعتراف الفرنسي سبقه قبل ذلك اعتراف إسباني ممثل بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. أخيرا الكشف عن الخطة الملكية العبقرية لإقبار الطرح الانفصالي والجزائر تولول. تحركات دبلوماسية مكثفة تشهد المملكة المغربية بعد الاعتراف الفرنسي التاريخي بمغربية الصحراء والدعم القوي لمخطط الحكم الذاتي خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يحاول العقد الدبلوماسي المغربي على استقطاب وجلب اعترافات مهمة من الدول القوية على المستوى الدولي. وبعد أيام من خطف اعتراف فرنسي بمغربية الصحراء تمكنت المملكة المغربية من تسلم بطاقة الدعم السيادية على الصحراء من فنلندا التي خطت بدورها على مسار فرنسا في الوقت الذي تجري فيها الدبلوماسية المغربية عدة مباحثات مع دول عظمى وأخرى متقدمة للبحث عن حلول تعزيز العلاقات وإمكانية دعم مخطط الحكم الذاتي. وحسب مراقبين فإن ملف الصحراء أصبح قريبا من أي وقت مضى من المملكة المغربية بعد وجود صوتين من أصل 5 أصوات داخل مجلس الأمن الدولي تدعم مخطط الحكم الذاتي وتعترف بمغربية الصحراء، مع وجود توقعات حول الظفر باعتراف آخر من قبل المملكة البريطانية. وفي هذا السياق قال عبد الحق الصنايبي خبير في الشؤون الاستراتيجية أن الدبلوماسية المغربية اشتغلت على جهتين مهمتين، الأولى هي محاولة لخلق حشد من الدول المعترفة بمغربية الصحراء إضافة إلى اللجوء إلى مركز ثقل القرار السياسي الدولي وهي الدول الخمسة الدائمة بمجلس الأمن الدولي. وتابع الصنايبي في تصريح لها أنه عندما تكسب صوتا من أحد الدول الدائمة بمجلس الأمن الدولي فهذا يعني قانونيا إقبار الأطروحة الانفصالية داخل المنتظمة الدولية ودعم مخطط الحكم الذاتي الذي جاءت بها المملكة المغربية خلال سنة 2007. وأضاف المتحدث ذاته أنه من خلال الاعتراف الأمريكي والفرنسي بمغربية الصحراء فيمكن الاعتبار أن هذا الأمر حسم على المستوى القانوني، غير أن الدبلوماسية المغربية تبحث على اعتراف من بريطانيا وأيضا من الصين وروسيا. وأردف المحلل السياسي إلى أن اليابان تعتبر من القوى الدولية العالمية وتضم مؤتمرا دوليا في المجال الاقتصادي يضم دول الاتحاد الإفريقي باستثناء الكيان الوهمية الذي لم يحظى بأي اعتراف من طرف الأمم المتحدة. الخطابات الملكية تعتبر بمثابة وثيقة دستورية لأنها تقوم على أساس واقعي وحقيقي يضم توجيهات استراتيجية مهمة. لهذا فعندما قال الملك محمد السادس أن الصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى صداقة ونجاعة شركائها، فهذا يعني أن التعاون بين الرباط وباقي العواصم لن يتم إلا بعد دعم مخطط الحكم الذاتي والاعتراف بمغربية الصحراء، يضيف المتحدث. وخلص الصنايبي حديثه قائلا فيما يخص بريطانيا فإن اعترافها بمغربية الصحراء فهو مسألة وقت فقط لا غير، لأن الرباط ولندن تجمعهما شراكة واتفاقيات مهمة تدفعهما إلى التقارب والتعاون في إطار الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي. بشهادة شاهد من أهله وبصور أوروبا تتوسل الملك محمد السادس ولهذا السبب. يشهد المغرب تطورا ملحوظا في مجال الطاقة المتجددة، حيث يسعى جاهدا لتنويع مصادره الطاقية وتعزيز استدامتها. وفي هذا الإطار أبرم المغرب والاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر مما يجعله مركزا إقليميا للطاقة النظيفة. تستفيد هذه الشراكة من المواد الطبيعية للمغرب مثل الشمس والرياح لتوليد الهيدروجين الأخضر والذي يعد وقودا نظيفا وواعدا للمستقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية والانتقال إلى اقتصاد أخضر.
من خلال هذه الشراكة يسعى المغرب إلى تعزيز دوره كرائد إقليمي في مجال الطاقة المتجددة وخلق فرص عمل جديدة وتنويع اقتصادها، كما يساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. في هذا الصدد ذكرت صحيفة أوكوتيكاس أن أحدث المشاريع الاقتصادية التوسعية في المملكة المغربية الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر كركائز لتعزيز اقتصادها في الانتقال من الهيدروكربونات والتخفيف من البصمة الكربونية. وأشار المنبر المتخصص في الشأن الاقتصادي أن الاتحاد الأوروبي يرى المغرب كمنطقة حليفة محتملة لتوليد مشاريع الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من الصناعات الأوروبية، ولهذا السبب نظمت في الرباط أول منتدى تفاهم أطلق عليه اسم الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن هذه الاتفاقية قد تم إبرامها منذ العام 2022، إلا أن الاجتماع وضع الأسس لتنظيم إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنشاء إطار قانوني وطرق تجارية مع أوروبا والدول الملتزمة بتوليد الطاقة النظيفة. وكان الجانب الأبرز في الاجتماع هو الأهمية الاستراتيجية للمغرب كجيب للطاقة في المستقبل لتلبية احتياجات أوروبا من حيث الطاقة المتجددة. وركز الحوار والتفاوض على تعاون الدول في التحول القائم على الاحترام في مجال الطاقة. وتتمتع المملكة المغربية وفق ذات الصحيفة بموقع أكثر مواتاة فيما يتعلق بموقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا والمتصل بدول الشرق. بالإضافة إلى ذلك تبرز ساعات أكبر من التعرض للشمس والرياح الصحراء التي تفيد في توليد الطاقة الشمسية والطاقة الريحية. ويضاف إلى هذا الاتفاق زيادة سعر الكربوهيدرونات بعد الصراع القوية بين روسيا وأوكرانيا والتي زادت إليها إسرائيل وحركتها. وأثر المسؤولون أهمية البحث عن مصادر أخرى للطاقة النظيفة وأقرب وأكثر كفاءة من تلك الموجودة في الوقود الأحفوري، مما جعلهم يتقربون بشكل كبير إلى المملكة المغربية. الاحتجاجات المغربية ضد إسرائيل هل تؤثر على العلاقات بين البلدين وقطعه؟ تحتج شريحة واسعة من المغاربة تنديدا بالممارسات الإسرائيلية والعمليات الإبادة في غزة، ورفع هؤلاء المغاربة سقف مطالبهم بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، كما تطالب بقطع كافة أشكال العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين. يرى خبراء أن الرأي العام في المغرب يقف ضد إقامة أي علاقة مع إسرائيل، ما ينذر بعدم تطويرها في أقل تقدير في الوقت الراهن. وحول هذا الموضوع يقول الخبير السياسي والأمني محمد الطيار إن الاحتجاجات في المغرب ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة تأتي في إطار الممارسات الديمقراطية. وأضاف أن اتساع رقعة الاحتجاجات في المغرب ضد ممارسات الحكومة المتطرفة في إسرائيل لا تؤثر على العلاقات بين تل أبيب والرباط، ويرى أن الخروج الجماهيري للشارع لا يمثل أي تناقض بشأن موقف المغرب من القضية الفلسطينية وعلاقته بإسرائيل. وتبع كل ما يشهده المغرب من تظاهرات تنديد بالممارسات وترفع بعض المطالب لا تؤثر على العلاقة القائمة بين إسرائيل والرباط، القائمة على تبادل الخبرات في المجال الفلاحي والعسكري والعديد من المجالات، وهي اتفاقية طبيعية موقعة بين الدولتين ضمن الإطار الاتفاق الدولي المعمول به بين عدد من البلدان، يقول الطيار لصحيفة سبوتنيك الروسية. وعادت العلاقات بين المغرب وإسرائيل في العام 2020 بموجب اتفاق رعته الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. المغرب يدخل على خط الحرب بين حزب اللات اللبنانية وإسرائيل. استقبل الرئيس اللبناني الأسبق سليمان السفير المغربي في لبنان أجرينا، حيث تداول المخاطر المحتملة لجهات توسيع الحرب التي تشنها إسرائيل وتمتد رقعة المجازر والتهجير والتدمير المنهجية إلى أبعد من غزة من جنوب لبنان. شكلت موضوع التداول الرئيسي في اللقاء مع سفير المملكة المغربية السيد محمد أجرينا والرئيس اللبناني السابق. وانطلاقا من هذا الموضوع يبدو ضروريا
وقف إطلاق النار الشامل والعمل على تطبيق المبادرة العربية للسلام، كون حل الدولتين هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط والذي يمكن أن يقود إلى سلام أوسع يشمل كافة محاور الصراع في العالم. هذا وقد تم تهنئة السفير بعيد العرش والتنويه بالعلاقات التاريخية المتينة بين المغرب ولبنان. في ذات السياق، أعلن حزب اللات اللبناني أنه أطلق طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات على قاعدة عسكرية شمال إسرائيل. كما أعلن حزب اللات أنه قصف مستوطنتي إيلون ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. حصريا، هادشي خطيرة، معلومات مسربة من داخل قيادة الأركان العسكرية، تفاصيل خطيرة جدا ولها علاقة بالاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وأيضا لها علاقة بالصحراء الشرقية، انتظروا التفاصيل. كما هو معلوم، تخطت رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 25 لتوليه العرش الملكي، حاجز الرسائل البروتوكولية الودية التي دأب قصر الإليزي على إرسالها من باب الحفاظ على التقاليد والأعراف الدبلوماسية، لتعلن عن موقف باريس الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية وتضع حد للمواقف الضبابية والمناورات التي ميزها الخطاب الرسمية الفرنسية في السنوات السابقة، من باب الإبقاء على التوازن الاستراتيجي الذي تمليه ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل مع النظام الجزائري لاعتبارات ومصالح عديدة، لكن كلفه الحفاظ على ذلك التوازن قد ضيع على فرنسا العديد من الفرص واستنفذ من الوقت ما كان بإمكانهم الاستثمار لتحقيق منافع مشتركة مع المغرب في الصحراء. معلومات مسربة وخطيرة من داخل قيادة الأركان العسكرية الجزائرية تقول أنه بمجرد أن أخبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إيطاليا بقرب إعلان القرار الفرنسي الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، انتقل بعدها مباشر جبار مهنا رئيس المخابرات العسكرية الجزائرية سريا إلى باريس، حاملا طلبا من شنقريحة وتبون بأن تعطي فرنسا ضمانات للجزائر بأن لا يطالب المغرب باسترجاع الصحراء الشرقية. هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف السلطات الفرنسية، يقول المصدر العسكري ذاتها. ليعلم الجميع أن هذا هو جوهر المشكل بالنسبة لعسكر المرادية، وهو الذي جعلهم يخسرون الملايير من رزق الشعب الجزائري المقهور، ولا زالوا كذلك، فهم على علم أن المغرب سوف يطالب بها قريبا، لذلك وضعوا المغربي الخائن بن بطوش وجماعته عائقا وجعلوا منها قضيتهم الأولى. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.